طال عمرك يعني تشعر بملل حتى تقول انت سكت او انه يتكلم يا طال عمرك في اشياء طال عمرك بعيده عن الواقع ولا المجلس اللي انت فيه او كذا او يقعد يتحدث عن مآثره وعن يعني وضعه وعمرت وبنيت وبعت واشتريت وكذا هذا ما يعني وان كان يعني انك اطلع زين لكن سبحان الله هي توافيق او انك مثلا جيت طال عمرك يعني احيانا يطول عمرك يكون لنا جمعه ولا كذا ولا هذا نجتمع سواء انه مع الاسره ولا سواء انه مع جماعتنا او قريتنا او الاخوان اللي احنا نروح معهم في الاستراحه ولا كذا فتجد طال عمرك يعني وجهات النظر احيانا توصلك الى شيء والله انك طال عمرك تعاف بعض الامور نعم من كثر طال عمرك الاراء كل يقترح وكل يقول ليش ما تسوون كذا ليش 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 طيب يا اخي انت بادر انت يعني بحل ولا خل الموضوع طال عمرك يعني عمليه ولا اقطع كلامك وفعلا الوجهة النظر تبقى وجهه نظر بعضهم اذا جاب وجهه نظر يفرضها طيب هذه تبقى وجهه نظر بس او يجيبها باسلوب يا طول العمر يثير مشاعرك ولا كذا هذا استفزاز يجب احترام الناس طال عمرك وان كان انه هو على غير صواب يجب انك طال عمرك انك تكون لبق ويجيبك انك طال عمرك تكون فطن سنة من السنين كنا في الديرة عندنا في القرية والله يجعلهم في الجنة غالبية ذلك المجتمع غادر والله يغفر ذنوبنا يا غادرنا ذنوبنا اي والله فقلت اقول ذنوبنا يا ابو سليم الله يغفر ذنوبنا ويرضى علينا وعليكم ويرضى على كل من غادر من هذه الدنيا ويجعلنا ان شاء الله من التوابين قدام من غادرنا يرزقنا حسن الختام فكان طال عمرك يعني فيه وجهة نظر وكنت اني تبنيت الموضوع قلت يا جماعة الخير احنا ثلاث قرى تقريبا جنب بعضنا والله ما احنا يعني احنا كثيرين واجد ايش رايكم يا جماعه الخير نجعل جمعه العيد في البيت الفلاني الحريم نحطهم في بيت فلان وحنا يا رجال شيباننا وشبابنا نجي في طال عمرك في حوش واحد من اقاربنا نطبخ عيدنا ونسوي قهوتنا ونسعد كبار السن يجلسون معنا ونجلس معاهم نطبخ خلونا نطبخ طال عمرك الناس اللي يزينون القهوة واللي يطبخون ولا كذا فقالوا له الجو له برد واجد يعني شبة النار حلو. مقبولة تمام. يعني احنا في حاجة شبة النار والله كل طال عمرك يعني استفاد اللي جاب حطب قراض واللي جاب كذا وجيبنا المركبات وجيبنا القدور وطال عمرك وجلسة كبيرة في بايكة حقت واحد من أقاربنا الله يجعلهم في الجنة ركبنا العشاء جاءوا بعد صلاة المغرب كلنا متواجدين يا طويل العمر حل العيد قبل المغرب لا احنا جينا من بدري جينا بعد المغرب عشان نجلس مع بعض نطبخ ونجلس مع بعض اما العيد الصباح صليته وكل الرحله لا هذه طال عمرك عيدنا وتغدينا مع بعض لكن قلنا الجمعة الليله السمره للقرى الثلاث للمجتمع اللي حوالينا كله لكن يا ابو محمد ولا يهون ربعنا فداهم يعني عن مثلا طال عمرك ما هي انها يعني هذا لكن هي تحصل يعني يرضى ما خلصنا ذاك العشاء طال عمرك إلا والله خلاص لا تزيدون الملح لا هذا لا تزيدون الملح لا طفي طال عمرك لا تكثرون لهذا قللوا الحطب العجاج لا يدخل على اللحم بالقدر طلعوه لا تنجحونه زيادة لا تكثرون الرز لا تقللون الرز كم تحطونه على صحن هكذا ولا لا يا أبو عم والله يا جماعة الخير إحنا ودنا والله باللي يسعدهم لكن يا طال عمرك وإحنا كلنا كذلك إنه ما خلص العيد طال عمرك فرغنا العشاء هذا قلت أقول لكم نجتمع ثاني مرة لكن نحط قدامهم طبخ لا خلينا نطبخ برا أو يتولى الأمر واحد هو متولى الأمر واحد لكن مثلا طال عمرك مثلا كبير من السن ولا كذا ولا هذا يقول سووا كذا وهذاك يقول كذا وهذا تحترم مشاعرهم ما ودك أنك طال عمرك ترد عليهم ولا تقول لكن أبو سليمان لو كنا مسويه في جهة ثانية ما يشوفونه ما أحد قال له حطيت ما حطيت هذا كان طال عمرك حنا نبغى نسعدهم حنا طبعا شبة الضوء نعم ويشوفون الطبخ ويشوفون كل شيء على الطبيعة وكذا وهذا يحصل يا طال عمرك الآن طال عمرك مثلا طال عمرك في الاستراحة معنا استراحة نجلس كل المجتمعات الآن صاروا يحضرون في استراحات زي استراحة أبو محمد الله يسعده لكن اللي رحنا عند أبو محمد خلاص احنا مخدومين كل شيء مهيا وخلاص هذاك من أول الله يبارك فيك والله ما أدري باقي الاستراحة يا الله رجال إن شاء الله خير ابنا فهكذا يعني الوضع يعني وختامها يعني وزبدة الموضوع إن الإنسان مهما كان طال عمرك إني يعني طال عمرك يعرف إنه ما يلفظ من قول إنه لديه رقيب عتيد يعني لا يحاول الواحد طال عمرك إنه يتكلم إلا في الشيء
والدلولة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يدلنا ولا يضلنا. اللهم آمين. الله يجزاك خير. حسين صراحة ما أدري شو أقول لك، يعني صوت